نجم The Voice يصدم الجميع بقرار اعتزاله الفن ويصرح مجال دمار للعقول والأنفس. صدم الفنان الكويتي يوسف السلطان نجم برنامج The Voice في إحدى مواسمها الجميع بعد إعلان اعتزاله المجال الفني بصفة نهائية، واصفا إياها بمجال دمار للعقول والأنفس. ونشر السلطان رسالة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام قام بحذفها في وقت لاحق، وجاء فيها: أحبتي في الله، شكرا ينبع من القلب بعد الله لكل المتابعين الكرام. بعد التوكل على الله وبعد التفكير العميق والقناعة التامة، أعلن اعتزالي هذا المجال بغنائه ومعازفه مجال دمار للعقول والأنفس. الغناء والمعازف في زمننا اليوم إثم وحرام، والكلام المنتقى للغناء أشد حرامنا بسبب الكفر في القول من الكلمات، والهدف منه واضح. ربما يكون طريقنا لمن لا يمتلك شخصية في حياته كالعارضات والشواذ وغيرهم ممن يحبون الظهور عن طريق وسائل الإعلام بالعار والخزي والترهات ولفس النظر والتفرقة والجهالة. سأهجر هذا المجال هجرا جميلا وبكل قناعة لوجه القهار. وتابع السلطان: أكبر بلاء أن يكون هناك من يحارب نفسه بنفسه والشيطان قرينه. نصيحتي لكل فنان أو شاعر: لا تتنازل عن كرامتك وقيمك الأخلاقية وذينك، ولن تكونوا مثاليين في الأعمال والأقوال. كلنا بشر ولدينا نفس أمارة بالسوء، ولما المكابرة؟ أخذ المال وإرضاء من لا يستحقون الإرضاء ليس من قيم المسلمين. اهتموا في إرضاء الله الودود، إني أخاف الله رب العالمين وأستغفره وأتوب إليه. وختم السلطان رسالته قائلا: أعتذر كل الاعتذار عن أي خطأ خرج مني بغير قصد، وأشكر كل الأصدقاء والمتابعين الكرام. اللهم أمتني على الحق، واجعل لي مواقف حق وكلمة حق أموت عليها في نصرة دينك ونبيك الحق. وأسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم في الدارين الدنيا والآخرة. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.